فعلا هو اليوم الدورة الثانية في إطار برنامج الهيئة لتكوين صحفيات وصحفيي وكالة تونس إفريقيا الأنباء، هذا بالتنسيق مع المؤسستين، مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووكالة تونس إفريقيا الأنباء. قمنا بالدورة الأولى تمحورت حول الإطار التشريعي والدستوري للانتخابات المحلية، ثم في الدورة الأولى تناولنا أيضا الموضوع المتعلق بالقراءة في مرسوم عدد 10 متعلق بتنظيم الانتخابات للمجالس المحلية. اليوم الحصة الثانية أو الدورة الثانية التكوينية مع وكالة تونس إفريقيا الأنباء اللي استضافونا مشكورين. اليوم الموضوع حول أولا الإطار التشريعي لانتخابات المجالس المحلية، ثم المداخلة الثانية تتعلق بالرزنامة، خاصة بعد ما صدر القرار عدد 7 من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي حدد فيها الرزنامة بكل تفاصيلها. اليوم باش نتناول تفاصيل الرزنامة في الجزء الثاني بعد ما كنا قدمنا قراءة في الإطار التشريعي للانتخابات المحلية. الانتخابات كما تم تحديدها بمقتضى القرار عدد 7 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين، ستكون يوم 24، تم تحديدها بيوم 24 ديسمبر 2023. بالنسبة للانتخابات المجالس المحلية هي باش تكون على 2155 دائرة انتخابية، لأنها هي باش تصير على مستوى دوائر انتخابية ضيقة اللي هي عادة تمثل العمادات. بالنسبة للعمادات اللي تكون فيها أقل من 5 معتمديات، اللي تكون فيها عمادات أقل من 5 عمادات، فيقع تقسيمها إلى 5 على الأقل، لأنه كل مجلس محلي باش يكون متكون من 5 أعضاء على الأقل. بالنسبة للمجالس المحلية إذن اللي باش يقع تركيزها هي 279 مجلس محلي بطبيعة العدد حسب عدد المعتمديات الموجودة بالجمهورية التونسية، 279 معتمدية يقابلها 279 مجلس محلي. كيف تم تحديد بمقتضى الأمر الرئاسي تقسيم تراب الجمهورية إلى أقاليم، واللي هو قسمها إلى 5 أقاليم، بالتالي باش تكون عندنا 5 مجالس أقاليم اللي باش يطلع منها بعد الانتخابات المحلية باش يطلع منها مجالس جهوية. إذا كما كنا على مستوى الولايات، المجالس الجهوية هذه باش تكون 24 مجلس جهوي على حسب عدد الولايات الموجودة في الجمهورية، والخمسة مجالس أقاليم يطلعوا منها بطبيعة عن طريق الانتخاب فيما بينهم، باش يطلعوا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. إذن المجلس الوطني للجهات والأقاليم باش يكون متكون من 24 ولاية في 3 أعضاء يطلعوا من كل مجلس، من كل مجلس جهوي، بالتالي باش يكونوا 72 مجلس. نضيفوا لهم الخمسة الأعضاء اللي باش يكونوا ممثلين للأقاليم، 5 أقاليم، بالتالي باش يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم مبدئيا باش يكون متكون من 77 عضو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.